مزيد تنضم إلينا هاتفيا دكتورة علا شحود، الأستاذة في الأكاديمية الروسية الوطنية. مرحبا بك دكتورة علا. مساء الخير. إذن فاز ترامب وعاد للبيت الأبيض، وهو دائما كان يتحدث عن إحلال السلام في أوكرانيا في 24 ساعة، والكرملين في أول تعليق على فوزه يقول أنه ينتظر خطوات ملموسة. ما الذي تتوقعينه في هذا الإطار دكتورة علا؟ نعم، يعني الحقيقة النخب السياسية الروسية لم تخفي ارتياحها للهزيمة القوية، هزيمة كاميلا هاريس من قبل ترامب في الانتخابات الرئاسية. ويعني الكثير من السياسيين المقربين من الكرملين قالوا انه الامريكيين عاقبوا اداره الرئيس جو بايدن بمنح اصواتهم للمرشح الجمهوري. الحقيقه لهجه الارتياح بدت حذره للغايه في ردود الفعل الاولى الصادره عن الديوان الرئاسي الروسي، وقد ركز على انه واشنطن عدو. يعني ما زال الكرملين يعتبر انه امريكا عدو سواء بولايه ترامب ام بايدن ام كاميلا، ويرى ان واشنطن منخرطه في الحرب الاوكرانيه وأن موسكو منفتحة على أي حوار وتنتظر خطوات عميقة من الإدارة الجديدة لواشنطن، ليس فقط كلام على ورق. يعني بدأ أن الفوز القوي للرئيس ترامب في سباق البيت الأبيض قد يمهد لانفراجة واسعة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، في حال فقط نفذ وعوده الانتخابية بالعمل على وضع حد للحرب الدائرة منذ قرابة 33 شهرا. الحقيقة رغم التحفظ الشديد في التعليقات الأولى للناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، هو ترك الباب موارد لتقارب جدي من خلال التأكيد على أنه الرئيس فلاديمير بوتين كرر مرارا أنه هو مستعد للحوار ولتقريب وجهات النظر، لكن هذا سوف يكون مرتبط بخطوات الإدارة الأمريكية الجديدة، أعني ترامب الرئيس الحالي الآن لأمريكا. تجنب بيسكوف حقيقة الرد مباشرة على هذا السؤال عن موقف بوتين حيال فوز ترامب، وقال أن موسكو تأخذ في الاعتبار المعلومات القادمة من واشنطن، وأكد على أنه هي دولة غير صديقة، هي منخرطة بشكل مباشر وغير مباشر في الحرب العالمية ضد روسيا صح التعبير، وقال أنه يوجد استنتاجات استنتجتها الدولة الروسية. يعني نلاحظ استبعاد من قبل الناطق الرسمي، استبعاد أن يبادر بوتين بالاتصال هاتفيا لكي يهنئ ترامب بالفوز، وأنه حقيقة لم يستبعد فتح قنوات حوار إذا بادر ترامب واتصل هو بنفسه ببوتين. يعني شرح أنه لا ينبغي طلب ذلك من الجانب الروسي. ذكر ايضا انه بوتين بكلمات قال حول انفتاحه على الاتصالات والحوار، واكد على انه هذا الموقف الروسي لم يتغير، الموقف الروسي ثابت معروف للجميع، للدول الاوروبيه وايضا لامريكا، ويجب الانتظار لاخذ يعني بعض الاجراءات الملموسه. حقيقه هناك شروط روسيه لم يتم التنازل عنها ابدا، ذكرها بيسكوف ايضا، هي توفر انفراجه جديه في العلاقات بين واشنطن وموسكو. عبر بيسكوف انه ستكون اوضح، هذه الشروط ستكون اوضح بعد اعلان تركيبه الاداره الامريكيه الجديده، يمكن توضيح خطواتها الاولى تجاه الصراع في اوكرانيا. اشار الى ان قدره الولايات المتحده على تغيير مسار السياسه الخارجيه تجاه اوكرانيا سوف تتضح بعد يناير المقبل، يعني هو موعد تسلم ترامب الحكم حقيقه سده الحكم. ويعني ذكر في المؤتمر الصحفي الذي اجراه ان الولايات المتحده هي قادره على تغيير مسار سياساتها الخارجيه، لكن يعني إذا كان سيتم ذلك وكيف إذا حدث، يعني نحن سوف ننتظر يناير، بعد يناير سوف تكون كل الأمور واضحة. ربما بدت هذه اللهجة لهجة الخارجية الروسية ولهجة على لسان ماريا زخارفة ولهجة الناطق الرسمي باسم الكرملين بيسكوف ربما بدت واضحة في تحديد الموقف الروسي حقيقة حيال فوز ترامب، ويعني بتعبير أو بآخر أنه الفرصة متوفرة لترامب لتحويل كلامه عن وقف الحرب سريعا إلى أفعال. يعني موسكو حقيقة تعول على تنفيذ ترامب وعوده الانتخابية، هو وعد بالكثير من الوعود بالضغط على أوكرانيا ووقف مسار تسليح كييف لدفعها إلى الجلوس سريعا الى طاولة المفاوضات. خبراء وسياسيين مقربين من الكرملين اكدوا الى انه الحديث عن فوز ترامب سوف يؤدي او سوف يرمي بثقل كبير على السياسات الاوروبيه، خصوصا لجهه انه يضغط لمساهمه اوروبيه اكبر في تمويل نشطاء حلفاء الناتو. وهناك تعليق نشرته الوكاله الرسميه الروسيه وكاله نوفاستي
انه احد اهداف واشنطن في تاجيج حرب اوكرانيا تمثلت في ضمان خضوع اوروبا لاملاءات الولايات المتحده، وانه فوز ترامب قد يضع ترتيبات جديده لهذا المشهد. يعني كمان ايضا وكاله حكوميه في مجلس الدوما الرسمي الروسي اكدت انه فوز ترامب يعني اعلان الحداد في كييف، وهذا خبر صاعق وحزين وسوداوي جدا لحكومه زيلينسكي. البعض قال من دون الرعايه الامريكيه لم يكن نظام كييف قادر على الاستمرار ولو لمده اسبوع، كل شيء سينتهي وسيكون الامر اصعب بكثير مما كان عليه في ظل الاداره الامريكيه السابقه بقياده بايدن. اذا التعليقات كلها تشير هنا حقيقه في الوسط السياسي الروسي انه هناك تغييرات ايجابيه ربما في العلاقات بين روسيا والولايات المتحده، لانه انتخاب ترامب قد يعني نهايه الرعايه التي لا نهايه لها للصراعات العسكريه الاجنبيه. مجلس الشيوخ ايضا برئاسه فالنتينا ماتفيينكا اكد على ان نتائج الانتخابات الرئيسيه الامريكيه اظهرت بوضوح الاحتجاج على سياسات السلطات الحاليه، ورات فيها تصويتا عقابيا ضد سياسات اداره بايدن. يعني الارقام واضحه ومقنعه والاتجاهات مقنعه في كل من الانتخابات الرئاسيه وانتخابات الكونغرس. ربما نحن سننتظر يعني ما الذي ستحمله الإدارة الثانية لترامب طبعا في يناير القادم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علا شحود، الأستاذة في الأكاديمية الروسية الوطنية.